كل ضيوفك الكرام والسيدات والسادة مشاهدي قناة العراقية، وعظم الله أجور الجميع بهذا المصاب الجلل. بالتأكيد شيء مؤسف يعني ما رأيناه يعني يوم أمس طبعا في مواقع التواصل، واليوم من خلال قناتكم والقنوات الأخرى. يعني هذا ما أعرف العالم إيش راح يقول عن العراق والعراقيين إذا هكذا يتعاملون مع الأطباء والكوادر الطبية. شيء مخجل يعني. طبعا أكيد احنا اتخذنا إجراءات رادعة سيد الفاضل. يوم أمس أنا تواصلت وأرسلت مدير الشرطة إلى المستشفى، وتواصلت مع الأخ مدير عام الصحة، وتم إلقاء القبض وصدر أمر من القضاء بإيقاف 5 أشخاص من اعتدوا، والله ما أعرف شو اسم الشجاعة هاي، يعني 7 8 10 ينهالون بالضرب على طبيب هو طالع لهم. بالمناسبة جنابك قلت أنه القوات الأمنية، وين نعم أكو حماية بالمستشفى، ولكن هو الطبيب هو خرج لهم، يعني ما قاعد بغرفته وجوا واعتدوا عليه. شوف يعني الإيثار من الطبيب، وهذا الطبيب دكتور طارق من أنبل وأخلص وأنظف الأطباء حقيقة، كلهم محترمين، ولكن تشخيصنا له إنسان محترم متواضع خلوق جدا متفاني في عمله. صدقني هذا الطبيب ما نازل الأهل شهرين حتى يعالج الناس. بالنتيجة اليوم مو نتعامل ويا الأطباء بهذه الوحشية بهذه البشاعة، هذه صورة سيئة. لذلك أنا أتمنى من القضاء أن يكون أكو ردع بالأحكام القضائية لهكذا حالات. طيب لا تدخل بمجال القانون، والله أتمنى يستحدث قرار وقرار طيب قضائي قانون سيد يحد. سيد الياسر، سيد الياسر، هذا الاعتداء ليس بجديد على الكوادر الطبية، شهدنا بالفترات محترم. السابقة أيضا نفس السيناريو تكرر كل مرة. في المستشفيات مفوضية حقوق الإنسان وجهت بالتعامل مع المعتدين وفق قانون 4 إرهاب، هل ستعملون بالدفع بهذا الاتجاه؟ والله بالتأكيد يعني يمكن الأخوة مجلس القضاء مشكورين، قضية الدقة العشائرية حولوها 4 إرهاب، هذه ممكن أيضا تتحول إلى 4 إرهاب. هذا الطبيب جاي يعالج الناس. بالمناسبة اليوم لو ترجع للوفيات بالنجف جراء الجائحة هي أقل نسبة بالعراق، يعني إذا هذا يدلل أكو عمل قوي جدا من الأطباء والكوادر التمريضية والصحية. ولذلك يجب أن يكون ردع اليوم. إذا ما كان أكو ردع حقيقي إلى هذه الحالة أكيد الغير راح يتمادى. فبالنتيجة إحنا عشائرنا كريمة، أتمنى من العشائر العربية الأصيلة وخاصة أهلنا بالحيدرية أن يتبرؤون من هؤلاء، هذول ما يمثلون عشائر، العشائر كريمة، العشائر محترمة. أتمنى هذه القضية أيضا تبقى قانونية بحتة على دائرة الصحة، وهي قاموا دائرة الصحة قامت دعوة قضائية على المعتدين، ضروري جدا أن تتمسك بدعواها وحتى ينال الجاني حقيقة جزاء العادل. شوف يعني انت جاي تشوف هذا همجية يعني والله معيب. ما اعرف طيب سيد لؤي، هل لديكم خطوات مستقبلية ستتجهون اليها للحد من هذه الظواهر السلبية؟ الكوادر التمريضية خطأت، خلي نقيم دعوة عليهم نمشي باتجاه القانون. نعم بالتأكيد أنا وجهت اليوم أمس الأخ مدير شرطة المحافظة تكثيف التواجد الأجهزة الأمنية، راح نعزز مفارز أكثر للمستشفيات والمراكز التخصصية حتى نحد يعني، وما راح نسمح يعني مستقبلا يعني من هذا اليوم ما راح نسمح بعد أي مواطن يدخل إلى المراكز الخاصة.